الاخوان المسلمين الشيطان الاعظم. اوعى تنسى ان الحركه اللي موجوده في فلسطين اخوان مسلمين، واوعى تنسى ان الاخوان المسلمين خونه، واوعى تنسى ان الاخوان المسلمين ليهم مخطط وعايزين ينفذوه. كل المسرحيه اللي حصلت في غزه دي كانت مدروسه ومعروف اهدافها ايه، ومعروف هتؤدي في النهايه لايه. هتؤدي في النهايه للي بيحصل لاخواتنا، وهتؤدي في النهايه لمحو فلسطين من الوجود. يعني الحركه اللي موجوده في غزه واللي بتتبع للاخوان المسلمين هي اداه في ايد دوله الكيان علشان تستخدمها في القضاء على القضيه وطمس هويه الدوله نهائيا. يعني اوعى يخيل عليك الشعارات اللي بتتقال دي، الاخوان المسلمين ما هم الا اداه في ايد امريكا ودوله الكيان علشان ينفذوا مخطط محدد. عايز اقول لك ان حركه سماح دي ليست صناعه اسرائيليه ولكنها تربيه اسرائيليه. يعني اسرائيل بتاخدها وتربيها وتطبطب عليها كده، وقت ما تحب تستخدمها قرشين كده حلوين، اعملوا كذا حاضر، شيلوا دي حاضر، حطوا دي حاضر، يمين يمين شمال شمال. وكل اللي حصل لاخواتنا في غزه ده بسبب الاخوان المسلمين وبسبب حركه سماح اللي تابعه للاخوان المسلمين، حركه سماح اللي عدت الحدود المصريه واللي عملت اللي عملته في اولادنا، اولادنا اللي كانوا بيفطروا في رمضان. اوعى تنسى ان حركه سماح دي هي اللي عملت فوضى في الاراضي المصريه اثناء يناير 2011، وكانت بتنفذ مخطط مرسوم للدوله المصريه علشان توقع الدوله المصريه. اوعى تنسى الايام دي وتنسى اللي عملته حركه سماح في السجون المصريه وتهريب المساجين من السجون المصريه. عامل لحضرتك الفيديو ده علشان ما تنساش، وتفضل دايما فاكر ان الحركه اللي موجوده في غزه دي تتبع للاخوان المسلمين وزراع من ضمن ازرعه دوله الكيان.